ابتسام بطمة تبارك لشقيقتها إيمان بطمة العمل الجديد. سالوا دموعي إليكم التفاصيل. وجهت ابتسام بطمة رسالة لشقيقتها الصغرى إيمان عبر خاصيات أسطوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستغرام، وذلك على خلفيات احتلال أغنيتها الجديدة سالوا دموعي مراكز متقدمة بالتوندونس المغربي. وجاء في تدوينات ابتسام بطمة ألخى وحدها الدنيا، إيمان إنسانة طموحة تستاهل كل خير، وأغنيتها زوينة، إحساس الصوت وصل بزاف الناس، وهادشي ماشي غريب على عائلة بطمة، نجحها هو نجحنا، أنا ودنيا بيناتنا علاقة إحنا بثلاثة بشكل، واللي نجحت فينا بحالة نجحنا كاملين، أقل حاجة نقدر نديرها نعبر لها على فرحتي بنجاحها، نحط ستوري، وحتى دنيا رغم أنها ما كيناش معنا حاضرة معنا قلبها وفرحت لختها للنجاح الأغنية، وأنا الكبيرة فيهم والمسؤولة عليهم وغنبقى دائما نشجعهم، وأقل حاجة هو أنني ننشر أغنية إيمان في حسابي على الأنستغرام وفي حساب دنيا حيت فرحانة بنجاحتها. وتابعت ابتسام مدونة الصوت الرنان خداوه من عند حامد بطمة الله يخليه لنا، هاد الهضرة قلتها للتوضيح حيت لخا واحد هالدنيا، وشكرا على تشجيعكم ووقفتكم جانبنا، وشكرا على حبكم الله يخليكم لينا. للإشارة أن إيمان بطمة كانت قد اقتحمت المجال الفني شهر فبراير من عام 2022، وذلك من خلال أول سنجل غنائي لها بعنوان بيزار، والذي جمعها بالفنان أيوب حطاب، وهو العمل الذي قام بتصويره على طريقة الفيديو كليب، وتم تنزيله عبر قناة الفنان السالف الذكر.